اهم الاخبار اللي كانت ترند او القصص اللي كانت ترند وكان في اهتمام كبير جدا عليه اول حاجه كانت استقبال النادي الاهلي مبكرا جدا احمد طارق ادوله العضويه الرياضيه وكمان طقم رياضي والكابتن خطيب ادلى بتصريحات على هامش استقبال احمد طارق وقال لك النادي الاهلي على طول مهتم بذوي الاحتياجات الخاصه وفي فرق كثيره جدا تمثل الاهلي من ذوي الاحتياجات طيب